هل تجميل البويضات بلا عذر للعذراء تجوز؟ واحدة ممكن، واحدة تأخر سنها في الايه، تأخر سنها في الزواج، وصلت 40 و42 ولسه ما جالهاش الزواج، وهي نفسها تتزوج وتبقى أم، وخايفة يجي لها العريس في سن 48 49 يكون المبيض بتاعها بطل يفقس، يعني بطل يبيض، وسموه مبيض عشان بيبيض كل شهر يبيض بيضه كويس. ليه مخزون البيض ده في مبيض كل امرأة ليه كمية معينة؟ في ستات مخزون البيض كتير قوي لدرجة ما شاء الله ممكن تحمل وعندها 51 سنة، ما شاء الله مخزون البيض عندها ضخم جدا درجة ان تحمل لو جوزها قرب لها بس كده، يعني باللمس، حاجة غريبة، في ستات كده خصوبة عالية جدا، واخد بالك؟ فدي ما يهمهاش انها تخزن بقى. يعني المرأة اللي هي في سن الاربعين، 41 42، بتعمل اختبار ايه؟ نسبة التبويض، وده اختبار بيتعمل، قال لها نسبة التبويض عندك عالية قوي، مش محتاجة تعمل تخزين بويضات، تستنى عدلها. قال لها نسبة التخزين البويضات عندك ضعيفة، وهي خايفة على ما يجي لها العريس يكون ايه المبيض بتاعها فلس، يجوز ان هي تخزن تجمد البويضات لانها بتتجمد عدة سنوات ويتكتب عليها اسمها وكل حاجة. تيجي تتجوز في سن 49، واخد بالك، وهي ما عندهاش تبويض ونفسها تبقى ام، تروح لايه؟ للمعمل اللي مخزنه عنده، وتكون قايله لجوزها، لحسن جوزها يشك يقول انت جايبه لي البويضات دي منين؟ انا عرفنا انا، فهمت؟ لازم تبقى معرفه زوجها، وبيدوها ورقه من المعمل ده مختومه ان تم تخزين البويضات لفلانه البنت فلان يوم كذا بتاريخ كذا، وبتدفع كمان اجر على فكره للتخزين ده كل فتره، فتدي لزوجها هذا الامر، وبعدين ساعتها ايه يعملوا تخصيب خارجي للبويضات دي، ما بياخدوا مني الزوج، وبعدين لما بيوصل تكاثر، مرحله تكاثر معينه كده في بيئه معينه، ياخدوه يزرعوه في الرحم بتاعها يطلع جنين، يجوز الصوره دي، يجوز. واضح؟ هل تحديد نوع الجنين يجوز؟ يجوز. هل يجوز كتابة شرط في عقد الزواج فيه تخلي أحد الزوجين عن حق من الحقوق المتعارف عليها بالإنفاق؟ يجوز. يعني واحدة تقول للواحد اتجوزني وأنا مش عايزك تنفق عليا، ولا تجيب لي شقة، أنا عندي شقة وعندي أموال وعندي كل حاجة، أنا بشتري راجل، فأنت قبلت، سقط حقها في النفقة، لأن هي قالت كده، لأن الحقوق يجوز إيه التنازل عنها للغير، يجوز شرعا التنازل عن الحق للغير. واضح؟ فما فيهاش مشكلة. أختي كانت تضع المونيكير على أظافرها، وعندما يأتي وقت الصلاة تتوضأ وتصلي من غير ما تشيل المونيكير يعني، وظلت على هذا الحال عدة أعوام، وأخيرا علمت أن طلاء الأظافر لا يصح عليه الوضوء، وبالتالي فإن كل صلواتها كانت غير صحيح، فما الحكم في أداء هذه الصلوات، وخاصة أنها كانت تجهل الحكم؟ هذا مما لا يعذر فيه بالجهل. في أشياء يعذر بها بالجهل، وأشياء لا يعذر بها بالجهل. الأشياء التي تبطل الصلاة لا يعذر فيها بالجهل مطلقا، قاعدة كده. الأشياء المكروهة في الصلاة يعذر فيها بالجهل، اللي هي تبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة دي يعذر فيها بالجهل، إنما الحاجات اللي هي تكون حكمها أن الصلاة باطلة لا يعذر فيها بالجهل، فعليها أنها تصلي عدة أعوام مع كل فرد فرد مما فات، وربنا يعوض عليها. بيقول ما معنى أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ يعني ربنا سبحانه ما يحبش الإنسان يقول الكلام السيء إلا قدام القاضي لما يشتكي اللي سرق، هذه معناه فلان حرام يا سيادة القاضي، ما تقولش حرامي إلا قدام القاضي، فهمت؟ يبقى إلا من ظلم عند استرداد ظلمتي عند القاضي، إنما ما تشتموش تقول له يا ضلال يا نور يا حرامي بتاكل مال النبي ومش عارف إيه وتفضحه في كل حتة، لا مش هو دي معنى الآية. يعني المرأة جوزها بيعملها معاملة سيئة ما تقولش لأمها ولا تقول لأبوها ولا لجارتها ولا لصاحبتها ولا لأختها ولا تكتب على الفيسبوك
واخد يا ريتني ما اتجوزت ولا اتنيلت على عيني، كنت عايشه كويسه. يقوم الناس يعرفوا من البوست ده ان جوزها مطلع روحها. لا ما تقولش خالص كده، لا تعمل ايه؟ لان اسمه جهر بالسوء. لكنها تروح تواجه جوزها الاول، انت ليه بتأذيني؟ ليه بتضايقني؟ ليه بتدخل عليا؟ يقول لها، يمكن يقول لها لانك انت بتغلسي علي، عشان انت دمك تقيل، صوتك عالي، وطلباتك كتير، وما بتكلمينيش كلمه حلوه الا اذا كان ليكي مصلحه. اه يقول لك بقى، يفضفض لك بقى، يمكن هو بقى ايه عنده برضو مسوغات ان هو بيسيء معاملتك. اقعدي مناقشه كده بينك وبينه، تقومي هو يبقى مرايتك وانت مرايته، وتصلحوا نفسكم مع بعض. انما تفضحوش عند الجيران وعند امك وعند اللي خلفوكي والحاجات دي كلها، هتنتهي في الاخر الى طلاق. هيبقى حزب بقى مع المرأة وحزب مع الراجل، وهيبقى ايه قاعدين بنقاتل من اجل ايه تحطيم هذه الاسرة. ما يصحش، فاهم؟ وكذلك واحد مثلا ايه خانك في الشركة بتاعتك، ما تقعدش بقى في كل حتة بقى تقول ده خاني، ده مش عارف ايه، ده اثبت الخيانة واعمل عريضة واديها للمحامي بتاعك يرفع لك قضية يجيب لك حق. هذه معنى الجهر بالسوء من القول، يعني انك انت تشوف ده شتمني، ده خني، ده عملني، لو ما خدناهاش بالمناقشات الجانبيه الحلوه دي، زي ما قلت لك تصارح اللي قدامك وهو يصارحك، ما عرفتش وعاند، يبقى بيننا بقى القضاء، لكن ما بيناش ايه التلاسن والتراشق بالاقوال والشتايم، ده مش دي اخلاق المسلمين، فهمت؟ يبقى الواحد ما يجهرش بالسوء إلا إذا ظلم ويريد طلب مظلمته ممن يردها له. إنما إيه فايدة إنك أنت واحد ظلمك وبعدين في الآخر تقعد إيه تشتكي للناس العوام البسطاء اللي هم مش في إيدهم يردوا لك مظلمتك، يعني إيه الفايدة؟ مش عارف، ما فيهاش فايدة، تضيع وقت. سيدة تسأل عن الوكيرة التي تذبح عند الانتقال إلى بيت جديد. هي الذبيحة أو العزومة اللي بيعملها في بيت جديد يسموه وكيرة، لأن البيت الجديد يسموه وكر. وكر يعني مكان إقامة، فلما يتخذ له مكان جديد، وكر جديد، مكان إقامة، سموها إيه الطعام وكيرة. كويس. طبعا الوكيرة دي مستحبة للقادر عليها، مش واجبة، دي مستحبة للقادر عليها. وأصبح ثمن الخروف في مصر 10,000 جنيه، يعني أنت ممكن تحول فلوسك البنكنوت دي إلى خرفان، هتكسب، بدل ما تحولها الدولارات حولها خرفان، لأن الدولار الحصول عليه صعب، لكن ممكن تحصل على 20-30 خروف وتأجر لهم زريبة، وتقعد إيه كل يوم تطبطب عليهم كده، وتبيع كل أسبوع واحد منهم، هتلاقي نفسك بتكسب بقى. وتقول لهم بالليل مساء الخير والصبح صباح الخير، ويفرحوا بيك وتفرح بيك. المهم، فبتقول ثمن الخروف في مصر 10,000 جنيه، فهل ممكن أن نغلب مصلحة الفقير ونوزع هذا المبلغ على الفقراء؟ ربما يكون أنفع له، كل حسب حاجتي، أم لابد من إراقة الدم؟ ما هي أصلا ما فيش لابد فيها أصل، لابد يعني معناها واجب. متى تجب الوكيرة لو نذرتها؟ تقول مثلا لله علي إن انتقلت إلى داري الجديدة أن أذبح كذا، هنا بقت واجبة، لأنها كانت واجبة بالنذر. انت ما نذرتش، انت حر بقى تعملها ما تعملهاش، تجيب لحمة توزعها، فلوس توزعها، مش عارف ايه، كل ده انت ايه محض اختيارك، تفعل فيه اللي انت تشوفه في امكانياتك، مفيش اشكال.